you وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي أهلا وسهلا بكم النهاردة بإذن الله هناخد lesson 3 من unit 2 واللي بيتكلم عن linear equation طبعا الفترة فاتت كنا موقفين عشان الامتحانات والحمد لله عملنا revision ويا رب تكونوا كلكم جبتوا درجات كويسة فالنهاردة هنبدأ بالجزء الجديد بإذن الله لو كنت جديد معنا في القناة متنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للحلقة وشير عشان أكتر عدد من الناس يستفيد لو بتتابعنا من على الفيسبوك تنساش تعمل لايك للصفحة ولايك للحلقة وأهم حاجة تركزوا معايا في حلقة النهاردة ويلا نبدأ الدرس أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة concept of the equation يعني إيه equation؟ equation جاي من كلمة equal يعني لو خدنا بالنا هنا في إيه؟ في إيه equal كنا درسنا قبل كده إن في حاجة اسمها algebraic expression وحاجة اسمها اسمها numerical expression مش كده؟ numerical expression اللي هي مثلا إيه؟ زي 2 plus 3 minus 5 وهكذا الجبريك اكسبريشن اللي بيكون فيها فاريبل زي اكس او واي او كده مش كده؟ طيب الاثنين دول لما يتحطوا مع بعض ويتحط لهم ايكوال كده بتتحول من ايه؟ من صوره لصوره ثانيه فبيبقى اسمها ايكويجن يبقى ايكويجن جاي من كلمه ايه؟ جاي من كلمه ايكوال دي اول نقطه تمام؟ طيب النقطه الثانيه لازم يكون عندي فاريبل عشان اقدر اجيب القيمه بتاعته زي الإكس كده أو الواي ماشي؟ يبقى الطبيعي يكون عندي إيه؟ عندي فاريبل زي أول إكزامبل خالص ده طب يعني دي مش إكويشن؟ لا إكويشن طالما فيها إيكوال تبقى إكويشن بس إحنا بنقول الطبيعي إن يكون فيها إيه؟ يكون فيها فاريبل عشان نقدر نجيب الفاليو بتاعته فالإكويشن إحنا بنقارنها أو بنشبهها بالسكيل ميزان لازم الكفة اليمين تبقى قد الكفة الشمال يبقى لازم الجزئين قد بعض ماشي دي طبعا صور من الايكويجن زي 2x بلس 7 3x سكوير وهكذا كل واحد من دول لها اسم الاولى دي اسمها linear in one variable linear equation in one variable one variable اللي هو x واحدة بس طب الثانيه اسمها quadratic equation in one variable برضو فيها variable واحدة اللي هو x لا بس دي كوادراتيك ودي لينير ليه؟ لأن الإكس الأولى باور 1 الإكس التانية باور إيه؟ باور 2 اللي يبقى لينير يعني الفاريبل بتاعي باور 1 كوادراتيك يعني الفاريبل بتاعي باور 2 هنيجي على التالتة هنلاقي عندي فيه 2 فاريبل إكس وواي تمام؟ التالتة 2 فاريبل برضو بس الإكس هنا باور 3 فبنسميها كيوبك طبعا اغلب الحاجات دي انتوا لسه مش هتاخدوها دلوقتي بس احنا يعني بن ايه بنقول فكره سريعه عنها كده تمام كده تعالوا على الصفحه اللي بعد كده طبعا بنشتغل معاكم الكتاب دايركت عشان يبقى الامور كلها واضحه قدامنا express each of the following situation with a suitable equation number 1 a number added to 5 gives 7 number هعمله اد لل5 هيديني 7 انا ما اعرفش النمبر ده ايه فالطبيعي اني بحط مكانه اكس او واي او اي سمبل وبرده الجزئيه دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده لو تفتكروا ماشي بس احنا زي ايه انا زي بتقول بيعمل ريفيجن عليها كده قبل كده كان بيجي لي كنت بكتب الصوره دي كده وخلاص واسكت الوقت هكتب الصوره دي بقى واجيب الفاليو بتاعه الفاريبل اللي هو الاكس طبعا هنعرف احنا بنجيبها ازاي والستبس بتاعتها وكل حاجة بس احنا بنيه بندي فكرة سريعة عنها برضو اللي بعديها two consecutive integers whose sum is 21 تمام two consecutive integers خلي بالكم النقطة دي عشان مهمة لما اجي اقول لك two numbers consecutive ماشي معناها ايه؟ لو انا قلت النمبر ده اكس consecutive يعني اللي بعده طب ايه اللي بعد اكس؟ ما تقوليش واي وزد وكده لا الاكس دي تعتبر نمبر انا عايز اجيب النمبر اللي بعده فهزود عليه 1 مش كده يبقى لما اقول لك تو consecutive انتجر هتقول لي اكس و اكس بلس 1 جميل قال لك الصم بتاعهم ادي الصم اهو از 21 ايكوال 21 وخلاص بسيبها كده طبعا طالما هو ما طلبش الايه ما طلبش الحل بتاعها نيجي على بعديها ادد تو أو 2 is added. 2 هزودها على مين؟ 3 times the result of subtracting a from 6 and the result is 11. آه ده ده سؤالين في بعض. طب تعال ناخدها بالراحة كده. الوقت هو بيقول لي أنت هتعمل add لل 2 مع مين؟ مع 3 times ال result بتاع subtracting a number from 6. يبقى هبدأ من هنا. Subtract ا نمبر فروم 6 يعني 6 ماينس نمبر وبعد كده اعمل ايه؟ هي إيه؟ ملتبلايد باي 3 يبقى اكتب هنا 3 اهي وبعد كده هزود 2 هزود 2 كل ده في الاخر ايكوال ايه؟ ايكوال 11 تمام؟ طبعا الاسئله زي ما انتم شايفين بدات شكلها تتغير بقى فيها تفاصيل كتيره فيا ريت نركز في الموضوع ده نيجي على نمبر 4 أحمد أوردرد 3 بيس فروم أ شوب اشترى 3 قطع من الإيه الشوب طبعا أنا ما أعرفش إيه هي القطعة دي فأقول له خلاص 3 إكس أند يعني بلس ديليفري كوست 20 يزود 20 جنيه توصيل ذا توتال اللي هو الإيكوال كام 100 أند 70 جزئية إن إحنا نحول من لتر اوبريشن ده أهم شيء ومش سهل على فكرة لازم نركز عشان يبقى سهل طيب ننزل تحت شوية هنلاقي هنا بقول لك solving the equation عندنا حاجتين هنا الأولى اسمها substitution set والثانيه اسمها solution set ايه substitution set و solution set ال substitution set بيدي لك equation زي دي ويقول لك والله شيل الاكس وجرب مرة ال 3 ومرة ال 4 ومرة ال 5 وقول لي مين الرقم اللي هينفع يخلي لك الايكويشن دي ايه ار اكسبتابل يعني متوازنه يعني الجزء الشمال قد الجزء اليمين النقطه الثانيه السوليوشن سيت بيجيبها لك من غير ارقام وبيقول لك هات لي انت القيمه بتاعه اكس فبتقول له في الاخر الاكس ايكوال كذا دي اسمها السوليوشن ايه السوليوشن سيت تمام طيب تعالوا كده نحل الجزئيه دي عشان نفهم هنا اول واحدة 2 اكس ماينس 3 ايكوال 5 هنعوض مرة مكان الاكس ب 3 مرة 4 مرة 5 طيب 2 اكس يعني ايه؟ يعني 2 تايم اكس قلل الاكس هنا ب 3 يبقى 2 تايم 3 بكام؟ ب 6 ماينس 3 ايكوال 5 طب هل 6 ماينس 3 ايكوال 5؟ طبعا لا نوت ايكوال يبقى كده ال 3 ما نفعتش The solution ال 3 ما نفعتش كاسوليوشن. نيجي نجرب الفور اه. 2x يعني 2 تايم 4 ب 8 ماينس 3 ايكوال 5 يعني كده كده بنقل الايكويشن دي كل اللي بعمله بشتري الاكس واحط الفاليو بتاعتها طب 8 ماينس 3 ب 5 اه يبقى ال 4 نفعت كسوليوشن طب يا مستر هو ينفع يبقى عندي اكتر من اجابه لا في الايكويشن هي اجابه ما ينفعش اكتر من ايه من اجابه يبقى خلاص هي الفور الوحيده اللي ايه اللي نفعت تمام نيجي على الصفحه اللي بعدها هنا برضو جاب لي سؤالين وبقول لي جرب ايه جرب اعمل سبتيتيوشن للفور والفايف 6 هنجربهم طبعا ونشوف مين فيهم اللي جاب اللي هتطلع ايه اللي هتطلع صح وزي ما قلت هي الطبيعي ان في اجابه واحده ماشي ننزل على البروبرتيز properties of equality هنا بيقول ايه؟ if a equal b then a plus c equal b plus c بمعنى a equal b ال a مثلا ب 3 يبقى الطبيعي ان ال b ب 3 صح؟ طيب لو انا زودت c على الطرفين ما هو ال c ده طالما قال لي هي c عن رقم واحد يبقى هيفضل نفس النمبر هنقول مثلا هنا يبقى زود هنا 2 هنا 2 طلعوا الاثنين فعلا ايه؟ الاثنين equal طب دي بعرفها يعني فايدتها ايه في الايكويشن اقول لك انا فايدتها ايه دلوقتي في السؤال ده بيقول لك اكس ماينص 4 ايكوال 5 وعلى فكره دي طريقه الحل بتاعت الايكويشن الوقت انا عايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس بعمل ايه؟ بزود في او بعمل اد للتو سايدز اللي هو الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد نمبر معين ايه هو النمبر ده؟ النمبر ده بيكون الاداتيف انفرس بتاع الرقم اللي قدام الاكس انا عايز الوقت القيمه بتاعه الاكس فاي حاجه بالاكس الاكس عايز اشتلها طب عشان اشتلها بعمل ايه بضطر ان ازود الاديتيف انفرس بتاعها لو كانت بلس او مينس او المالتيبيكاتيف انفرس بتاعها لو كانت تايم او ايه او ديفايد فهنا نيجاتيف 4 اهو والله انا هزود هنا 4 وازود هنا 4 يبقى هنا ايه وبي اهو صح زودت هنا سي وزودت هنا سي لما زودت هنا 4 نيجاتيف 4 راحت مع 4 فبقى لي اكس ايكوال 4 بلس سوري 5 بلس 4 ايكوال كام ايكوال 9 يبقى هنا الفاليو بتاعت الاكس بكام ب 9 تمام يبقى الطريقه الاولى لما يكون عندي ايكويشن اول حاجه بعملها ايه بدور على الفاريبل واخليه لوحده هو الفاريبل ما بحبش حاجه جنبه يعني اكس بلس 2 مثلا ايكوال 3 انا عايز الاكس بس في اي حاجه جنب الاكس هشتلها عشان اشتلها عندي طريقتين الطريقه الاولى بعمل ادنج الاديتيف انفرس بتاعها للتو سايدز يعني البوزيتيف 2 الاوبوزيت ليها نيجاتيف 2 تمام بزودها الناحيتين طب في طريقه ثانيه يا مستر اه في طريقه ثانيه خد البوزيتيف 2 دي واديها الناحيه الثانيه وغير الساين بتاعتها بدل بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف ايه نيجاتيف 2 اهي نفس الفكره طبعا الطريقه الاسهل لك انت حل بيها بس احنا لازم نشرح الطريقتين طب الجزء الثاني A equal B يبقى A minus C equal B minus C دي نفس الفكرة طيب A equal B يبقى الـ A C equal B C ده في حالة إن جالي time أو divide يعني جالي مثلا X over 2 equal 4 انا دلوقتي مش عايز التو دي اعمل ايه؟, إيه؟ التو هنا معمول لها صح؟ فحاجه من الاثنين يا اما اعمل لها تايم طيب هنا وهنا يا اما اشتلى من هنا وادينا حتى انا اعملها تايم طيب. في كلا الحالتين هيدي لك نفس الايه؟ نفس اللي جاء تمام؟ نيجي على الصفحه اللي بعد كده هنا اول سؤال عندي فوق اهو بس طبعا دي ايه بقى دي تو ستيب ايكويجن خلي بالك في الايكويجن عندي نوعين في 1 ستيب ايكويجن و 2 ستيب ايكويجن 1 ستيب ايكويجن هي الايكويشن الايكويجن بتخلص من 1 ستيب خطوه واحده زي ما كنت بقول من شويه اكس ماينس 3 مثلا ايكوال 7 عايز احلها بعمل ايه؟ باخد النمبر اللي جنب الفاريبل اللي هو نيجاتيف 3 او دي الناحيه الثانيه واغير الساين بتاعته بدل ما هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف يبقى بوزيتيف 3 بس كده يبقى الاكس ايكوال 7 بلس ايه؟ بلس 3 تطلع تني بالإكس إيكوالتيك. يبقى أقول له هنا يبقى السوليوشن سيت إس إس ده اختصار لكلمة سوليوشن سيت إز تن. ماشي؟ طيب لو دي كانت بلس 3 أوديها الناحية الثانيه ماينس 3. طيب لو كانت تايم أوديها ديفايد، لو كانت ديفايد أوديها تايم. ماشي؟ طب التايم بتبقى عاملة إزاي والديفايد؟ هيقول لي 2 إكس أو 2 واي أو 2 أي سيمبل. دي معناها ايه؟ 2 وجنبها سيمبل او 3 وجنبها سيمبل او اي نمبر وجنبه سيمبل معناها ان في ما بينهم ملتيبيليكيشن اوبريشن. فهو جاي واخد النمبر ده كده وموديه الناحيه الثانيه وعامل له ديفايدد مع الرقم اللي هناك. بمعنى مثلا 3L equal 12. فهو جاي شايل 3 من هنا وديها الناحيه الثانيه واقول له هنا ديفايد 3. يبقى ال L equal 12 ديفايد 3 ب 4. يبقى السوليوشن سيت 4. والديفايدد نفس الايه؟ نفس الفكره بس في نقطه هنا مهمه قوي لو جالك فراكشن عشان توديه الناحيه الثانيه وتعمله ديفايدد هترجع الديفايد نفسها اللي هي ستيبس هتعمل لي كيب تشينج فليب وترجع تغير طب ليه اللفه دي كلها؟ في طريقه اسهل في الديفايد اللي هو ايه؟ لما اقول لك مثلا اكس ديفايد 3 ايكوال 4 مثلا يعني ماشي؟ احنا قلنا بناخد ال 3 قدامنا الناحية التانية وعمل تايم ورايح دماغي طب لو جت لي فراكشن 2 اوفر 3 اكس ايكوال وليكن مثلا 4 5 اي نمبر ماشي ومعامل خطوة واحدة اخد ال 2 اوفر 3 قدامنا أو الناحية التانية اعمل لها تايم بس اقلب الفراكشن يبقى 3 اوفر ايه؟ اوفر 2 تمام كده؟ يبقى كل اللي بعمله بودي الفراكشن الناحية التانية واقلبه يبقى هنا الاكس ايكوال ماشي واعمل بقى 4 تايم ايه تايم 2 اوفر 3 هتديني 6 ماشي يا شباب يبقى لو جالي فراكشن بدل ما اوديه واعمل ديفايد وبعد كده ديفايد ارجع اعمل لها كيب تشينج فليب وارجع طب هاخد وقت كبير لا خد الفراكشن وديه الناحيه الثانيه واقلبه واعمل تايم على طول طيب نيجي بقى على التو ستيب ايكويجن لان دي من الحاجات المهمه جدا التو ستيب ايكويجن هيبقى قدامك حاجه من حاجتين يا اما تايم وديفايد معاهم بلس او ايه او ماينس تمام يعني لو تايم هيجي معاها بلس او ماينس ولو ديفايد هيبقى برضه معاها بلس او ايه او ماينس ببدا بمين ببدا بالويك الويك بيبقى بلس او ماينس يعني زي اول واحده دي كده 3x بلس 1 يكوال نيجاتيف 4 اول حاجه ابدا بيها البلس ثم ودها لي الناحيه الثانيه يبقى 3x يكوال نيجاتيف 4 وبعد كده مودي اللون الناحيه الثانيه تبقى ماينس 1 تمام وبعد كده نحل بقى يبقى 3x ايكوال ماينس 4 وماينس 1 بماينس ايه ماينس 5 تمام خلاص اجيب بقى الحل ما عادش الا 3 ال 3 هنا معمول لها تايم مع الاكس او الناحيه الثانيه عامل لها ديفايد يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 5 ديفايد باي ايه باي 3 بس في نقطة هنا بقى لازم ناخد بالنا منها. اوعى تقول لي يبقى السوليوشن سيت ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 3. ليه يا مستر احولها يعني؟ لا. امال ايه؟ لازم نبص في الأول خالص هو كان قال لي هنا ايه؟ قال لي هنا في الأول خالص فايند ذا سوليوشن سيت ان زي، زي اللي هي الانتجر. يبقى عايز الإجابة تبقى انتجر، طب هل الإجابة دي انتجر؟ الانتجر نيجاتيف اه بس ما هيش ايه؟ ما هياش فراكشن يبقى الإجابة مش إنتجر في الحالة دي بقول له السوليوشن ست إيه بقى؟ بقول له السوليوشن ست فاي تمام؟ لأن الإجابة ما طلعتش إيه؟ ما طلعتش إنتجر إنما لو قال لك الإجابة مثلاً راشونال هقول له أه دي راشونال مفيش مشكلة تعالى كوتشن نمبر 2 إكس ماينس 3 أوفر 2 إيكوال نيجاتيف 4 المرة دي بقى هنا إكس المرة دي هنعكس هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالديفايد بقى المرة دا عشان دا دي عشان ده فيه فراكشن أصلا. فأقوم جاي واخد الـ 2 دي موديها الناحية التانية وأعمل لها تايم. طيب. يبقى x ماينس 3 إيكوال هنا نيجاتيف 4 تايم 2 بنيجاتيف 8. يبقى ال x إكس إيكوال نيجاتيف 8 وهدي النيجاتيف 3 هناك تبقى بلس 3. يبقى ال x equal negative 8 plus 3 بنيجاتيف 5 خلاص يبقى الـ ست set negative 8 نيجاتيف 5 لان النيجاتيف 5 فعلا ايه انتجر طب نيجي على الثالثه الثالثه فيها فكره حلوه فيها تو فاريبل خلي بالك بيعمل نقطه النقطه بقى في الحاله دي هنعمل ايه هم جاي واخد فاريبل منهم وده الناحيه الثانيه والافضل ناخد الصغيره يعني ماشي جم واخد لي النيجاتيف 2 قصدي تودي الناحيه الثانيه وفي المقابل تاخد النيجاتيف 3 تودي الناحيه الثانيه يبقى عملنا زي عملية تبادل كده جبت لي الفاريبل مع بعض والايه والنمبرز مع بعض طيب هنا تبقى 5x هودي لها 2x بالنيجاتيف ايكوال تبقى هنا 3 هودي لها النيجاتيف 3 بالبوزيتيف يبقى 5x ماينص 2x ب 3x ايكوال 3 بلس 3 بكام؟ ب 6 وبعد كده اروح لاخر خطوه اودي ال 3 هناك واعمل لها ديفايدد يبقى الـ x equal 6 divided 3 equal a equal 2 يبقى السوليوشن solution set 2 تمام؟ طيب تعالوا نجيب الصفحة اللي بعدها برضو examples على نفس الفكرة أول example طب هنسيب لكم انتوا طبعا الاتنين دول تحلوهم تعال ننزل على اللي تحت عشان في فكرة مختلفة شوية هنلاقي في السؤال الأولاني كاتب لي 5 وبعد كده بركت وبعد كده ايكوال تو لما يجي لك نمبر قدام براكت لازم توزع النمبر ده على البراكت بمعنى هعمل الفايف 5 اللي بره دي مره تايم الاكس ومره تايم الـ 4 هيبقى 5 تايم اكس ب 5 اكس بلس 5 تايم 4 ب 20 ايكوال 2 خلاص رجعت الصوره الايه الصوره الطبيعيه اللي احنا عارفينها ماشي وبعد كده ابدا بقى ايه ابدا احل تمام يبقى اول خطوه اعملها ايه اوزع النمبر اللي بره البراكت على البراكت ماشي عشان تبقى الصوره طبيعيه زي ما انتم شايفين وبعد كده أبدأ احل بقى وادي ال20 هناك بساين مختلفه يبقى 5x equal 2 20 يبقى ال 5x equal 2 20 بنيجاتيف 18 مش كده؟ وبعد كده اودي ال 5 هناك واعملها divided 5 يبقى الـ x equal negative 18 divided by A by 5 واجيب الـ A. الإجابة اللي تمام؟ طيب نيجي على السؤال اللي بعده طبعا لازم نركز هو عايز الإجابة تبقى integer ولا rational ولا ايه؟ السؤال اللي بعده نفس الفكرة 3 وفي قدامها براكت وهنا 4 قدامها براكت أوزع كل نمبر بره البراكت على البراكت الأول فعمل هنا ال 3 دي تايم طيب البراكت كله يبقى 3 تايم اكس ب 3 اكس 3 تايم 4 ب 12 ايكوال نروح الناحيه الثانيه ال 4 تايم طيب البراكت 4 تايم طيب 2 اكس ب 8 اكس و 4 طيب تايم 5 ب 20 تمام وبعد كده ابدا باخد ايه النمبرز مع بعض والسيمبلز مع بعض وزي ما اتفقنا الافضل اخد السيمبل الصغير او الفاريبل الصغير او الدي عندي الكبير هو هيجي هنا على طول ال دي تقوم ماشي هتروح الناحيه الثانيه يبقى هنا 8 x هودي لها 3 x بالماينس يبقى ماينس هتدينا 5 x وهنا 20 بالبوزيتيف هتروح جنب ال 12 اللي بالنيجاتيف وهي اصلا بوزيتيف صح فتبقى نيجاتيف هي كمان يبقى نيجاتيف 20 ايه سوري 32 تمام وبعد كده بقى نبدا نعمل الايه الديفايد ونجيب الايه اللي جاب تمام يا شباب يبقى أهم حاجة لازم ناخد بالنا من الستيبس 1 one by one عشان نقدر نوصل للإيه؟ للحل. طبعا خلاص كده ما عادش إلا سؤال واحد فوق هنقراه ويبقى الدرس خلص. أعتقد يعني برضو نبص كده. أه كده يبقى الدرس خلص. تمام. تعالوا نقرا السؤال اللي فوق ده كده. هنا بقول إيه؟ زياد is 3 years older than his brother محمد. جميل. يعني زياد أصغر من محمد بثلاث سنوات. And the sum of their ages is 23. جميل أوي. مجموع الاثنين 23. يعني الأولاني بلس الثاني بكام؟ ب 23. ماشي. هو الأولاني أصغر من الثاني بكام؟ بثلاث سنين صح؟ طب لو الأولاني إكس هه، يبقى الثاني إكس بلس 3. مش كده برضو أنا دلوقتي بقول لك أنا أصغر منك بثلاث سنين. يبقى أنت أكبر مني بثلاث سنين. مظبوط؟ طيب لو انا x يبقى انت x بلس ايه؟ 3. هو بيقول لك الصم بتاعهم يعني اعمل الاثنين ايه؟ بلس عشان يديني 23. نبدأ نحل دي بقى. هنا x و x يبقى 2x. بلس 3 ايكوال 23. اودي ال 2 هناك باشاره مختلفه يبقى 2x ايكوال 23 minus 3 ب 20. وبعد كده اودي ال 2 هنا اتعمل لها divided يبقى الاكس x equal تاني. كده انا جبت مين الاكس ب 10 ارجع بقى ايه, إيه؟ ارجع اعوض بالاكس دي في الاول خالص هنا انت قلت الاولاني كان كام كان اكس يعني الاولاني 10 الثاني اكس بلس 3 يعني 10 بلس 3 13 وفعلا الاثنين مجموعهم 23 زي ما هو قال لي في الاول خالص اهو ماشي يا ريت يا شباب لما نيجي نحل اسئله زي ديت يعني نركز فيها قوي لانها اسئله مهمه ولو في اي حاجه وقفت عليكم عندكم الجروبات بتاعه الواتساب والتليجرام ابعتوا لي رساله عليها وباذن الله اساعدكم ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده ده كده كان درس النهارده لو في اي حاجه وقفت عليكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعه جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو ادخل على اي جروب منهم واكتب السؤال اللي انت مش عارفه انا ان شاء الله اساعدكم فيه وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستجرام وتويتر ولو عجبتك الحلقه ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته